السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتى نستخدم الخوازيق؟ عشان نعرف اجابة السؤال ده يا جماعة تعالوا نحكي حكاية فكاهية كده دمها خفيف ما بين المهندس والقعدة والتربة اللي عليها القعدة. مهندس مروح اخر اليوم تعبان، سمع صراخ. المهندس ده يا جماعة من صفاته ان هو بيفهم لغة القواعد والتربة بس عن طريق الارقام. سمع صراخ تحت مبنى، جري بسرعة لقي القعدة والتربة بيخانقوا مع بعض، فسأل القعدة ايه المشكلة؟ القعدة صرخت وقالت العمود اللي فوقي عطيني احمال عالية جدا والتربة مش راضية تقبلها مني. التربة صرخت في نفس الوقت وقالت يا باش مهندس انا قلت للقعدة ان اخري اشيل 10 طن في المتر، انا تربة على قد حالي اخري كده. المهندس نطق وقال كل يسكت، يا قعدة قوليلي الحكاية، حضرتك جايلك كم طن من العمود اللي فوقك؟ قالت يا باش مهندس جايلي 40 طن. قال لها المهندس طب وانت مساحتك كام؟ قالت له انا مساحتي 2 متر مسطح. المهندس سكت شوية وقال لا ما ينفعش، انت كده يا قاعدة ظلمتي الارض، لان الارض اخرها تشيل 10 طن في المتر المسطح وانت معرضة لها 40، يبقى حضرتك لازم تبقى مساحتك 40 على 10 يساوي 4 متر مسطح، يبقى كان لازم حضرتك مساحتك على الارض دي 4 متر مسطح عشان يحصل توازن بينك وبين الارض اللي تحت. قاعدة قالت مش ذنبي يا باش مهندس، روح لصاحب البيت وقول له الكلام ده. المهندس ما كدبش خبر وراح لصاحب البيت، قال له القعدة بتاع حضرتك لازم تسيد، لازم تبقى 4 متر مسطح عشان تتناسب مع الأرض اللي تحتها، الأرض اللي تحتها أخرها تشيل 10 طن في المتر. القعدة ملهاش ذنب، وبكده صاحب البيت خد الكلام وراح كبر مساحة القعدة وحل المشكلة المهندس. بعد يومين المهندس قال لما روح اطمن على القعدة والتربة، راح المهندس لقي صاحب البيت معلي كمان دورين ولقي الخناقة برضو شغالة ما بين القعدة والتربة. التربة قالت له يا باش مهندس صاحب البيت على دورين وعطى القواعد أحمال زيادة وأنا المتضررة، لأن أنا قلت لهم أنا آخري أشيل 10 طن، يا باش مهندس لو حصل فيها هبوط محدش يلومني. المهندس هنا راح لصاحب البيت وقال له كان لازم تكبر القعدة لأنك زودت الأحمال اللي فوق. بالفعل صاحب البيت قال له كبرها قد إيه؟ المهندس قال له تعال نكبرها 2 متر كمان عشان خاطر تتناسب مع الأحمال بتاع حضرتك. لما راح المهندس يكبر القعدة لقى إن القواعد قربت من بعضيها قوي، كل القواعد صرخت وقالت إحنا كده قربنا قوي يا باش مهندس، مش هينفع نبقى عايشين في الزحمة اللي إحنا فيها دي. هنا المهندس قال لازم الوضع يتقلب للبشة لأن مساحة القواعد قربت من بعضها قوي. صاحب البيت ما كدبش خبر وعمل لبشة وتحلت المشكلة. يومين كمان المهندس قال معدي على نفس المبنى اطمن عليه، لقي صاحب البيت على كمان 3 أدوار. هنا لقي خناقة كبيرة جدا ما بين اللبشة وبين الأرض. سأل إيه المشكلة يا جماعة؟ اللبشة قالت له صاحب البيت على علي 2 أدوار زيادة والأرض مش مستحملاني. الأرض قالت يا باش مهندس أنا آخري أشيل 10 طن في المتر واللبشة دي موردالي أكتر من اللي أنا استحمله بكتير، أعمل إيه؟ المهندس هنا في الحالة دي قال لازم نعمل خوازيق يا جماعة عشان خاطر الخوازيق دي تشيل كمان مع اللبشة ونخلي الأرض اللي تحت خالص تشترك معانا في المهمة دي، لأن الأرض السطحية بقتش قادرة تشيل. سؤال دلوقتي هي إيه الحكاية يا جماعة؟ المهندس أول مرة كبر القعدة وتاني مرة عمل لبشة وتالت مرة عمل خوازيق، هو إمتى أعمل قواعد وإمتى أعمل لبشة وإمتى أعمل خوازيق؟ ببساطة خالص لو لقيت إجمالي مساحة القواعد اللي أنت محتاجها عشان تشيل المبنى أقل من 75% من مساحة الأرض اللي تحت القواعد دي استخدم قواعد عادية أو قواعد منفصلة، ولو لقيت إن إجمالي مساحة القواعد اللي حضرتك محتاجها عشان تشيل المبنى ما بين 85% ل100% من مساحة الأرض حضرتك هتستخدم لبشة. أما لو لقيت إن إجمالي مساحة القواعد اللي حضرتك محتاجها أكبر من مساحة الأرض في الحالة دي لازم تستخدم خوازيق. قال للتوضيح يا جماعة لو عندي أرض قدرة تحملها البيرين كباستي بتاعتها بلغة المهندسين اللي تقدر تشيله بلغة الشارع 10 طن في المتر المسطح، يعني كل متر في متر في الأرض يقدر يشيل 10 طن، بعد كده هيحصل فيه هبوط أو بعد كده مش هيقدر يشيل، وعندي مبنى الأحمال بتاعته كلها لما جمعتها لقيتها إن هي 1000 طن، لو أنا عاوز أعرف أنا عاوز مساحة قواعد قد إيه أقول 1000 طن على 10 طن لأن المتر الواحد في الأرض هيشيل 10 وأنا عندي 1000 طن، 1000 على 10 يساوي 100 متر مسطح، إذن المبنى ده محتاج أرض مساحتها 100 متر مسطح، هيبقى عندي 100 متر مسطح قواعد، إذن إجمالي مساحة القواعد اللي حضرتك محتاجها 100 متر مسطح، هيبقى فيه 100 متر مسطح قواعد، ومساحة القواعد هنا يا جماعة ملهاش دعوة بمساحة الأرض، حضرتك عاوز تعرف نوع الأساس إيه؟ هتشوف مساحة الأرض الفعلية اللي عندك، وهتقول ببساطة جدا،
مساحة القواعد على مساحة الأرض الفعلية. الرقم الناتج اللي طلع معاك أقل من 75% حضرتك هتستخدم قواعد منفصلة. لو الرقم أعلى من 75% حضرتك هتستخدم لبشة. طب لو الرقم ده طلع أعلى من 100% حضرتك هتستخدم خوازيق. ببساطه خالص لو كانت مساحة القواعد أكبر من مساحة الأرض يبقى أنت على طول تقول هستخدم خوازيق. يعني في المثال اللي كان معانا ده يا جماعة مساحة الأرض الفعلية طلعت مثلا معانا 90 متر ومساحة القواعد اللي أنا محتاجها 100 متر، يبقى في الحالة دي مساحة القواعد أكتر من مساحة الأرض، يبقى لازم هستخدم خوازيق. في نهاية الفيديو أتمنى يكون عرفنا نوع الأساس المناسب طبقا للأحمال وطبقا للبيرنج كاباستي بتاع التربة وطبقا لمساحة الأرض الفعلية. نهاية أتمنى كنا قدرنا نوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكراً.